وايضا الفريق الامباليدي اللي وصل صباح اليوم الى بنغازي وتحديدا هنا في بنينة. اذا انطلق اللقاء بصافرة الحكم بوخلافة نبيل. فريق انمبا يدخل بتشكيلة اوجو سوماري شوكو اونا وايمو كوبري ايزي وجورج واكين اتولي واتشوكي. وبينما انمبا سوماري الان يتقدم بالكرة كي تبدو يلعب كرة عالية تمشي للامام لكن تعود باندفاعات فريق الاهلي الجزارة. اجواء كما اشرت ونوه ونقول يعني من خلال ملعب شهداء بنينة دائما جمهور الاهلي في المواعيد هذه خطيرة. كرة لمصلحة فريق انمبا رائع يا مراد. خطيرة هذه الكرة واول اهداف فريق انمبا نيجيري. يتمكن ال 15 تشوشيكي من احراز اول اهداف فريق انمبا في دقائق الاولى. كنا ما نتمناش ان هذا الهدف يجيف هدف سريع في الدقيقة الثالثة. التونسية قاتل الاهلي بعون الله تمشي لان كورة لمصلحة فريق الاهلي للترهوني يرفع كورة عالية باتجاه روس المجبيل. هي بالفعل بالفعل يجيبها ولد الاهلي يجيبها الاهلي. قلت الاهلي بعون الله قادر ان يفرحنا ويفرح جمهور الجزارة. احسان طقطقة والله رائع يا طقطق في الدقيقة 8 تهتز مدرجات ملعب شهداء بنينة. فرحة أهلاوية رائع يا الأهلي رائع يا جمهور الأهلي. عاش الأهلي عاش كده وعاش الجزارة عاش وعاش جمهور الأهلي عاش. والله حرام هذا الجمهور يمشي زعلان اليوم. هذا الجمهور اللي توافد ضد الظهيرة يشجع بقلب رجل واحد ويقول أهلاوي أهلاوي. ضيق ذاوي يا بنغازي اليوم بعون الله تعيشي ويعيش الأهلاوي. هذه كورة أهلاوية هذه راسية حسين طقطق رايح يا طقطق فنان يا طقطق حلو يا طقطق والله. والأحلى هي الترهوني قوموا شوفوا كيف لعب الكورة كيف ارتقى هز الشباك هز الشباك فريق انمبا رايح أهلاوي أحسن يا أهلاوي حلوة من أهلاوي. والله فرحتونا يا أهلاوية وفرحتوا كل من يساند ويشجع فريق. لتصل مع انطلاقة حسين طقطق تمشي فاضل سلامة يتقدم. هيا يا فاضل يتقدم الكرة فاضل سلامة هيا بالفعل هي جول ثاني لفريق الأهلي يتمكن فريق الأهلي مع انطلاقة فاضل سلامة. لعب الكرة العرضية المدافع جابها في الباب. هدف عكسي لكن هدف جاء في وقتها لفريق الاهلي. شوفوا مدرجات ملعب شهداء بنينة شوفوا افراح جمهور الاهلي شوفوا جماهير فريق الاهلي تتغنى بالاهلي. ونقول اكيد عاش الاهلي عاش بهذا الهدف الثاني مع انطلاقة فاضل سلامة. رائع يا فاضل بالتمريرة اللي جاء منها الجول الثاني لفريق الاهلي عن طريق الهدف كان عكسي يعني مدافع فريق انمبا لكن هدف جاء في وقتها. هدف ثاني لمصلحة فريق الاهلي قبل انتهاء دقائق الشوط الاول تحديدا في الدقيقة 41. شوفوا كيف تمشي الان كرة خطيرة لمصلحة فريق انمبا خطيرة هذه الكرة ولكن برت سلامات. لا هذه الكرة اللي ما كناش نتمناها بأمانة. هذه الكرة وهدف ثاني لمصلحة فريق انمبا مع فرحة اللاعبين والجهاز الإداري أكيد للفريق بقيادة فينيدي جورج. ترجع كرة الآن إلى زكريا منصوري. زكريا يلعب كرة عرضية خطيرة هي بالفعل جول 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 أهلاوي مع فرحة جمهور الجزارة يسجل الأهلي الثالث. قلت الجول جاي بالفعل الاهلي فرحنا ويفرح جمهوره ويفرح انصاره. جول ثالث لفريق الاهلي اسامه سريط يجيب الثالث. هو فاضل سلامه ولا اسامه سريط حنتاكد بعون الله في الاعاده. هي فرحه جمهور الاهلي وفرحتنا. شوفوا انصار الاهلي شوفوا جمهور المشوار شوفوا جمهور الجزاره رائع يا جمهور الاهلي منور جمهور الاهلي اليوم منورنا. هدف ثالث في وقته جاء في وقت الجول يا
يلا يا اولاد، يلا يا اولاد. بالفعل هدف ثالث لفريق الاهلي، اذا ثالث الاهداف. شوفوا فريق الاهلي، اذا كما اشرت وكما قلت يجيبها فاضل سلامة، يجيبها فاضل سلامة. رائع يا فاضل، جبت الثاني وجبت الثالث. اذا الفتى الذهبي لفريق الاهلي فاضل سلامة. شوفوا زكريا مصوري كيف لعب الكرة، كيف استقبلها فاضل، كيف سجلها فاضل. والله فرحتنا يا فاضل اليوم، فرحت الاهلي، فرحت الجمهور الرياضي الليبي وكل من يساند الاهلي وكل من يعشق الاهلي وشعب الاهلي اليوم فرحان. وكما قلت ما يمشي زعلان هذا الجمهور، حيروح فرحان، حتتغنى به جماهير وان شاء الله تمشي في المدرجات. هذه كرة اللاعب ايمو اللي يلعب كرة خطيرة، هي لا هي لا هي. بالفعل قلنا نركزوا يا شباب، قلنا نركزوا يا شباب الاهلي، يعني فريق نمبا يفاجئنا ويضربنا في هدف ثالث، يعني هدف ثالث في وقت مش وقته والله، دقيقة 41. قلنا نركزوا يا شباب فريق الاهلي. تصلي صهيب يلعب كرة عالية خطيرة، هذه كرة براسية بالفعل، هي بالفعل هي. رابع الاهداف الاهلي، حمادي يفعلها، حمادي يجيبها، حمادي يسجل. رائع يا حمادي، جبتها يا حمادي. جول رابع للاهلي، جول رابع للاهلي. حمادي صاحب الاهداف القاتلة، صاحب الاهداف الحاسمة، يتمكن احراز هدف رابع مع فريق الاهلي، يفرع الاهلي، يفرع الشعب الاهلاوي. هدف رابع لفريق الاهلي في وقت قاتل، تحديدا في الدقيقة، في الدقيقة 51، يعني هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة. يتمكن برأسية حمادي، يجيبها حمادي، يفرح الأهلي حمادي. هدف رابع لفريق الأهلي، هدف حاسم لفريق الأهلي. ما يمشيش الجمهور زعلان، يمشي الجمهور فرحان. سجل أربع أهداف فريق الأهلي، إذا رابع الأهداف الأهلوية. شوفوا الكورة، شوفوا حمادي بالرأس عانقت شباك الحارس النيجيري. شوفوا حمادي بالرأس، بوم، والهدف الرابع. يتمكن حمادي جيد الله اول اهدافه مع الاهلي في المشاركه الافريقيه، ويسجل اسمه مع حسين طقطق وفاضل سلامه الفتى الذهبي وحمادي اللاعب الشاب المتميز. هدف رابع وجميل، هدف رابع وجميل لفريق الاهلي. اذا